السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات قضايا اسامه، حلقه نتناول فيها بعض القضايا. وطبعا اما مباراه الاهلي واسوان وفوز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه على ملعب استاد القاهره، اللي هنقول ليه على ملعب استاد القاهره، لكن كان في مكاسب عديده من المباراه وخسائر طبعا وجعت قلوب كل الاهلاويه، وخاصه اصابه محمود متولي مع اصابه احمد الشيخ وجيرالدو اللي بنتمنى لهم العوده السريعه ان شاء الله وتكون الاصابات خفيفه. اما محمود متولي حتى تسجيل هذه الحلقة كان التشخيص اللي احنا بنتفائل بيه واللي هو المبدئي ان هو قطع في غضروف الركبة والعملية، وهتاخد فترة علاج من شهر ونص لشهرين، ويا رب النهاردة في تأكيد ان شاء الله الاشعة، فنتمنى اننا ما نوصلش لموضوع الرباط الصليبي لان ده موضوع صعب جدا وبياخد 9 شهور تبعا لبروتوكول الفيفا حاليا، وده اللي مأجل عودة محمد محمود. فان شاء الله ان شاء الله يطلع التشخيص ده شهر ونص او شهرين، اهون بكتير جدا من 9 شهور. الف سلامة لمحمود متولي، والف سلامة لاحمد الشيخ، والف سلامة لجيرالدو. قبل ما ندخل في المباراة طبعا السؤال اللي بيطرح من اعلام المنافس، اللي دايما اعلام المنافس شغال تقريبا حاليا على النادي الاهلي بنسبة 80% و20% شغال على نفسه، فطبعا دايما السؤال هو ليه النادي الاهلي اللي واخد ملعب باستاد السلام راح يلعب في استاد القاهرة؟ الحقيقة ده طلب من المدير الفني رينيه فايلر، لان المباراة القادمة هي مباراة الاهلي والزمالك وهتتلعب على ملعب استاد القاهرة، فبالتالي ممكن يكون هو امر فني بالنسبة له محتاج يلعب على ملعب باستاد القاهرة، اللعيبة تلعب عليه مباراة قبل مباراة القمة. الابعاد بتاعت الملعب وده مهم جدا اكبر من ابعاد ملعب استاد السلام، فوارد جدا انت خارج من تعادل، ودايما زي ما بنشوف بقى كل الفرق بقت بتلعب معاك زون ديفنس وبقت بتركن الباص ورا، فالموضوع بقى صعب جدا، فبالتالي انت مش محتاج اي نتيجة سلبية امام اسوان قبل ما تدخل مباراة الزمالك، فليها اسباب كتير واحتمالات كتير. وفي النهاية نطمن بس الناس اللي بتتكلم عن فكرة الايجار، هو بالمناسبة مش ايجار، هو حق انتفاع، لان في فرق كبير جدا بين الايجار وحق الانتفاع. انت ايجار لو عايز تعمل اي حاجة في الاستاد لازم تاخد اذن المؤجر وهو الانتاج الحربي، اما الانتفاع فانت لك كل الحقوق ان انت تعمل اي تغيير داخل الملعب، لان في النهاية انت حق انتفاع. ونبعد عن فكرة حق انتفاع والايجار، الموضوع باختصار ان النادي الاهلي كان بيدفع ما يقارب 4 مليون او 5 مليون في السنة ايجار ملاعب واستادات وفرق ضيف لو بتلعب في افريقيا، وملاعب فرعية لتدريب الفريق الضيف واشياء من هذا القبيل، انت قدرت توفرهم وكمان يجي لك مبلغ مش بطال 20 مليون او 23 مليون جنيه في السنة وحق انتفاع لملعب استادات. وانت وقت ما يكون جاهز استاد النادي الاهلي الحقيقي خلاص بترفع اسمك من او كل ما يخصك داخل ملعب السلام بتنقله لملعب النادي الاهلي، فالموضوع مش محتاج كل الازمات دي من اعلام المنافس، ولا محتاج انت مصدق ولا مش مصدق، في النهاية هي خطوة لن تضر النادي الاهلي واكيد فايدة النادي الاهلي في كل الظروف وكل الاحتمالات. اما بالنسبة للمباراة 3 تغييرات في الشوط الاول للاصابة، محمود متولي، جيرالدو في نهاية الشوط الاول ونزل وليد سليمان، وكمان احمد الشيخ اللي نزل مكانه اليو ديانج. وهنا في ازمة بيواجهها رينيه فايلر وهو اتكلم عنها بعد المباراة، هي فكرة الاجنحة الجاهزة. للأسف بعد رحيل رمضان صبحي وإصابة حسين الشحات أو عملية حسين الشحات بقت في أزمة، خاصة لما تبص على رأس الحربة هتلاقي إن أنت محتاج جونيور أجايي في المباريات الهامة يكون هو رأس الحربة. طبعا الحمد لله عودة بدجي للتهديف أو بداية بدجي للتهديف في المباريات الرسمية ده ممكن يديله الثقة، لكن في التكتلات دي أكتر مهاجم هيساعدك في فريق النادي الأهلي هو أجايي، بيقدر يستلم كويس تحت ضغط خصم، بيقدر يطلع الكرة كويس وشفناها كذا مرة، وبيقدر كمان هو مشكلته بس هو بيتحرك طولي مش عرضي زي وليد أزارو، لكن بيفرغ مساحات وراء للأجنحة اللي طبعا فيها أزمة كبيرة جدا. وكمان كان أسوان بيلعب من ناحية مصطفى البدري بشكل كبير جدا وشكل خطورة كبيرة جدا، وكرة جت في القائم لمحمد الشناوي، فبالتالي كان وجود أليو ديانج حل مثالي إلى حد بعيد إن هو يقفل الجبهة دي مع أحمد فتحي. لغاية لما بدأ الشوط الثاني نزل وليد سليمان مكان جيرالدو المصاب، والتغييرين اللي بعد كده عودة بدري تاني لنص الملعب مع خروج حمدي فتحي ونزول محمد هاني في مركز الجناح، وهنا ده فكر رينيه فايلر. وبالمناسبة مشاركة احمد فتحي لا تعني اطلاقا بالضرورة ان هو يشارك مباراة الزمالك، وارد جدا يكون لان محمد هاني عنده انذار وانذارات واحمد فتحي عنده انذارات، فوارد جدا يكون هو بيجهز محمد هاني للمباراة، فمشاركة احمد فتحي لا تعني بالضرورة ان هو يشارك قدام نادي الزمالك. لكن كويس جدا ان وليد سليمان يقدر يسجل، وتقريبا وليد سليمان الجناح اللي في
النادي الاهلي حاليا في ظل غياب كهربا للايقاف هو القادر على تسجيل الاهداف، وبادجي بيفتتح التسجيل بهدف في قوه في ثقه، لان واضح جدا ان بادجي من المباراه الثانيه الشوط الثاني المباراه اللي فاتت انتاج الشوط الثاني والمباراه دي يقدر تبني عليه على الاقل لنهايه الموسم ويقدر يكتسب الثقه ويعرف طريق المرمى. نروح لقضايا تانية مهمة جدا برضو تم طرحها بخصوص مباراة المصري والاسماعيلي. ازمة حصلت في مباراة المصري والاسماعيلي دفعت اتحاد الكرة ان هو يحسب للمصري منسحب من مباراة الاسماعيلي بسبب خطأ في عدد المساحات الايجابية او عدد الحالات الايجابية في صفوف المصري البورسعيدي من الشركة المنوط بها اخذ المساحات للدوري المصري. كان في 9 لاعبين ايجابيين من المصري ودولت اللي عملوا المساحات في بورسعيد واسكندريه، 2 لعيبه عملوا المساحات في القاهره وطلع عندهم ايجابي ميسي ولاعب اخر والاثنين طلع عندهم ايجابي، فبالتالي المفروض العدد اصبح 11 لاعب. وفي الحاله دي طبقا او تبعا لاخر تحديث للجنه الخماسيه لان كانت بتقول 5 وبعدين بقت 10 لعيبه المفروض المباراه تتاجل، لكن راح الورق ب9 لاعبين فقط لغير، والمصري عمل حركه اداريا خاطئه وان كان في فعلا هم ايجابيين، اضاف اسم الاثنين اللعيبه بشكل فيه يعني اتحاد الكره اعتبرها يعني تضليل او ما شابه وهيتم التحقيق في الواقعه دي او ورق مش سليم، اضافوا اسم الاثنين اللعيبه فبقى فعلا 11 لاعب عندهم كورونا، وبالفعل 11 لاعب عندهم كورونا، لكن الورقه اللي طالعه من الفرع الرئيسي كانت طالعه ب9 لاعبين، ففي النهايه لما تحقق اتحاد الكره ان هم 11 لاعب فقرر اعاده المباراه مع فتح باب التحقيق مين اللي ضاف الاسمين في الورقه اللي جات من النادي المصري، وموضوع ممكن كمان رئيس النادي المصري يتحول للجنه الانضباط لبعض الاساءات لاعضاء اتحاد الكره. حصل الاجتماع ده اللي الاسماعيلي وافق على الموضوع ده، المصري خلاص تاجلوا مباراه وتاجلوا كمان مباراه الاتحاد السكندري، الزمالك يطلعوا طبعا في حاجه كده خارقه للمنطق بس هو ده اتعودنا عليه، يطلعوا يقولوا على اللجنه الاعتذار لنادي الزمالك نشوف قالوا ايه عشان نرجع نعاقب، لانهم رجعوا مباراه الاهلي والزمالك الدور الاول مباراه الانسحاب الشهيره بباص الشوكولاته والبنزينه. النهارده بعد وقعه المصري والاسماعيلي وعوده اللجنه الخماسيه في قرارها وجابت جون في نفسها وجون صعب قوي 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 قوي، النهارده انا اطالب اللجنه الخماسيه بالاعتذار لنادي الزمالك والعدول والرجوع في هذا الامر لعل جمهور الزمالك يسامح اللجنه الخماسيه على اللي عملوه في ماتش الدور الاولاني ما بين الاهلي والزمالك. هناقش هذا الامر مع الاستاذ عمر الايوبي ومواضيع تانية ساخنه جدا ورمضان صبحي وشريف اكرامي وكهربا بعد الفصل. ايوه دي قناة الزمالك اللي هتناقش مواضيع ساخنة جدا، رمضان صبحي وشريف اكرامي وكهربا. دي قناة الزمالك، رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق، شريف اكرامي لاعب الاهلي السابق، وكهربا لاعب الاهلي الحالي. دي الموضوعات الساخنة اللي بتجذب مشاهد قناة نادي الزمالك من الزملكاوية ومن بعض الاهلاوية، والحقيقة هم عندهم حق جدا لان لو اتكلموا عن نادي الزمالك مش هيقدروا يحققوا اي نسب مشاهده، وبالتالي هم بيشتغلوا على النادي الاهلي. النقطه الثانيه والاهم هي فكره الاعتذار لنادي الزمالك عشان اتحاد الكره النهارده تراجع في مباراه المصري والاسماعيلي وبيقول ان هم سجلوا هدف في نفسهم، وبيعقد مقارنه بين مباراه الانسحاب الشهيره ومباراه كورونا من المصري والاسماعيلي، والاهم كان بيقول عشان جماهير الزمالك تسامح اللجنه الخماسيه، وكان اللجنه الخماسيه شغاله لصالح ارضاء جماهير نادي الزمالك. لكن الواقعه دي بس عشان حابين نوضح الامور، مش عايزين نتكلم في سكه بقى ان انتوا كنتوا عارفين كويس قوي ان ده طلب اصلا منكم ان انتوا ما تلعبوش المباراه وهددتوا كتير جدا ان انتوا مش هتسابوا المباراه، ولما اتحاد الكره اصر على المباراه عملتوا فكره الباص ويلف والبنزينه والكلام ده كله. والحقيقه كان لاخو ابراهيم عيسى راي تاني مختلف بيؤكد، طبعا هو بينفي تماما، بيحاول يسقط من ذاكرته او بيحاول يسقط من عقليته ان اصلا ده كان مطلب، وان ده الجميع كل عاقل فاهم ان ده كان فكره تحايل على الانسحاب مباشره، فكان بيحصل موضوع لفه الباص على الكوبري مع البنزينه والعطله والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، فبدا يجيب حاجه يقول لك ايه ده اتلغى المباريات في القاهره. ظرف قهري صحيح. الظرف القهري ده محدد بكورونا ولا اسمه ظرف قهري؟ يعني انت ما بتاخد في اللائحه زي المطر
بالظبط زي الامطار في ماتش الاهلي والزمالك. لا ماتش الدور الاولاني مش بس كده، امطروا في القاهره اتوبيس قتل يعني، سيبك من اتوبيس قتل كده، لا بعيد عن العطله بتاعت الميه اللي ادت، الميه اللي ادت والزحمه والحاجة. لا اليوم ده المطره دي انت بتاجل مباريات في الدرجه الثانيه في القاهره. مبدئيا ملعب القاهره مش ممكن تقارنه بملاعب اخرى، وكمان الدوري العام، الدوري العام مش ممكن يكون فيه مقارنه بين انديه الدرجه الثانيه، لانه ارد اقول لك بقى ان في العاب خلاص اتلعبت في اليوم ده وحاجات من هذا القبيل، لكن مش ده الموضوع. خلينا نتكلم في فكره ان انت بتستند على ان في ثلاث مباريات اتلغوا في اليوم ده، وبالتالي كان المفروض تتلغي مباراه الاهلي والزمالك. فاكر ازمه الزمالك وجنريسيون فوت السنغالي؟ برضو جنريسيون اعتمد على ان في ثلاث مباريات في الدوري اتلعبوا في القاهره، ولكن الزمالك جاب خطاب امني ان هو ما ينفعش يلعب المباراه. بنفس المقارنه بتاعتك دي، ليه لما في ثلاث مباريات في الدوري المحلي اتلعبوا في القاهره، ليه مباراه الزمالك ما اتلعبتش في القاهره واتاجلت يوم وراحت برج العرب؟ ما كده يبقى فريق جنريسيون بنفس منطقك يبقى هو الاحق بمباراه الزمالك دي، وما كانش المباراه عادت، وما كانش الزمالك دلوقتي وصلت للدور قبل النهائي. لكن هنقول ان الزمالك استند على خطاب من الامن، وفي فارق كبير جدا بين مباراه لنادي الزمالك ومباراه لانديه اخرى في وسط الجدول، وبالتالي اتجه النادي الزمالك بخطاب الامن فتم اعاده المباراه، مش صعود فريق جنريسيون اللي كان بيثبت بالادله الدامغه وسلم تقاريره للكاف ان في مباراه لعب في القاهره، فازاي بتقولوا امن ومش امن؟ فبالتالي عدم لعب مباريات في القسم الثاني وقت يوم مباراه الاهلي والزمالك لا يعني بالضروره الغاء مباراه الاهلي والزمالك لاختلاف حاجات كثيره جدا، اما الملعب والاستاد. اما النقطه الاهم كمان فكره ان انت بتقول الظروف القهريه، لا كورونا ظروف قهريه، واتحاد الكره لما جت 14 حاله فريق الانتاج اجل المباراه، لما جاء حصل لبس عند فريق المصري ان هم 9 حالات مش 11 حاله المباراه، كان اجل المباراه الاول مع حرس الحدود لما كانوا فوق 16 حاله، ولما وصلوا 9 حالات بناء على الورق اللي وصل اتحاد الكره قال ان مفيش ظرف قهري. فالظرف القهري بتاع فيروس كورونا غير الظرف القهري بتاع مباراه الاهلي والزمالك. ليه غير؟ لان الظرف القهري ده المفروض يمنع باص النادي الاهلي وباص نادي الزمالك من الوصول لملعب المباراه. النادي الاهلي وصل لملعب المباراه، ونادي الزمالك كان يمكنه الوصول لملعب المباراه لو اراد. ده كلام انا؟ لا، ده الكلام اللي تحقق منه اتحاد الكره برضه بناء على خطاب من الامن. فتعالوا نشوف البيان اللي نشره اتحاد الكره وهو بيستند او بيستشهد بفكره الامن، بيقول ايه؟ بيقول نأسف لهذا المشهد، طبعا مشهد عدم وجود نادي الزمالك في الملعب، وستطبق اللائحة علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة. ده كلام مين؟ كلام الأمن. زي كلام مين؟ الأمن في الزمالك وجنريسيون فوت برغم لعب 3 مباريات في استاد القاهرة. فهنا الوضع مختلف، الاستشهاد بتاعك مش مظبوط، لان الاثنين استندوا على خطاب الامن سواء نادي الزمالك او اتحاد الكره، ومفيش حاجه اسمها ظرف قهري على فريق واحد فقط لا غير، الا في حاله المرض او الوفاه لا قدر الله، وده اللي تم في ازمه المصري والاسماعيلي ان فريق جاله كورونا، فده الظرف القهري اللي بيسمح بتاجيل المباراه. اما فكره انك تقول ظرف قهري منعني الوصول للاستاد، ففي فريق قدر يوصل، والاهم الامن اللي كان ملازم لباص نادي الزمالك اقر ان يقدر الزمالك يوصل للمباراه، خاصه ان المباراه ميعادها اتاجل لمده ساعه، وده اللي دفع زملكاوي اخر يشوف ان اتحاد الكره جامل نادي الزمالك. بس الفكره ان الزملكاوي ده مختلف الى حد ما عنكم، محترف في انديه اوروبيه كتير، فبالتالي رايه بيبقى خاضع طالع من دماغه، تتفق معاه تختلف معاه، فتاكد ان الراي اللي بيقوله احمد حسام ميدو هو راي من دماغه، على عكس الناس اللي بتتكلم في اراء طبعا مامورين ان هم يقولوها. نشوف احمد حسام ميدو قال ايه عشان نقفل القضيه دي. احمد حسام ميدو قال في مباراة وادي دجلة والمقصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق، طبعا وقتها كان المدير الفني للمقصة بسبب الأمطار، وخاطبنا حسام الزناتي طبعا رئيس لجنة مسابقات بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد، وكان رده قاطعا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقصة، قال إيه؟ إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين 2-0. ده أحمد حسام
عبده ابن نادي الزمالك كان وقتها مدير الفني للانتاج للمقصة، قال ان رئيس حسام زنات رئيس لجنة المسابقات قال له لو انت ما جيتش والمباراة عدى على مواعيدها 20 دقيقة هتعتبر المقصة مهزوم 2-0. اتصرفوا المقصة بالفعل وراحوا ملعب المباراة في التوقيت المحدد، ومن هنا كان ميدو شايف ان تأجيل القمة ساعة هو مجاملة لنادي الزمالك اللي كان رايح بناشئين عشان يجيب لهم شوكولاتة وبيبسي وينزلهم حمامات البنزينة. فبلاش تضحكوا على نفسكم وبلاش تخلي شكلكم مش ظريف وبلاش يكون كل الكلام اللي انتوا بتقولوه املاء. نشوفكم في حلقات جديدة. سلام.